أهلا بكم في ترند. مع قرب عيد الأضحى المبارك يرغب العديد من الأشخاص بشراء الخراف لهذه المناسبة بسعر معقول ومناسب، لكن هذا الوضع كان مختلف في مزاد علني في السعودية. ففي مقطع فيديو انتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وصل سعر خروف إلى مبلغ قياسي بأكثر من 70,000 ريال سعودي، والغريب أن راعيه أطلق عليه لقب الخروف المدلل في المزاد. السؤال، هل يسوى تشتري خروف بهذا السعر؟ تفاعل رواد منصة تويتر مع التغريدة اللي نشرها الشاب مولاي فهد بأكثر من 174 ألف إعجاب وعشرات الآلاف من المشاركات، وكانت التغريدة عبارة عن مقارنة بين صورتين تبين وضعه أول ما فتح مشروعه في بيع الخضروات، وكان عنده صنف واحد وهو البامية، وبعد فترة الله بارك له في رزقه وصار يبيع أكثر من صنف، وعلق على صورتين قائلا الحمد لله. في محاولة لمحاربة معايير الجمال غير الواقعية وخوفاً من تعرض الشباب لاضطرابات نفسية، أصدرت الحكومة النرويجية قانون يلزم المشاهير بالاعتراف بأي تعديل أو فلتر في صورهم. يأتي هذا القرار بعد نتائج دراسة أجريت ووجدوا أن فئة الشباب تصاب باضطرابات نفسية عدة، كاضطراب صورة الجسد والخجل من أشكالهم الحقيقية بعد رؤية صور المشاهير التي ربما خضعت لتعديلات كثيرة. ويلجأ مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في الغالب إلى استخدام برامج التعديلات والفلاتر على الصور اللي ينشرونها التي عادة لا تعكس الواقع. حققت لوحة صغيرة لرأس دب للرسام الشهير ليوناردو دافنشي سعر قياسي ببيعها بمبلغ 8.8 مليون جنيه استرليني، أي حوالي 12 مليون دولار أمريكي، في مزاد علني في لندن. ويبلغ عمر اللوحة التي تصور رأس دب والتي يبلغ قياسها 7 سنتيمتر في 7 سنتيمتر أكثر من 500 عام. وبحسب دار مزادات كريستي التي نظمت عملية البيع، فإن اللوحة هي من بين لوحات قليلة للرسام الإيطالي من عصر النهضة التي ما زالت ذات ملكية خاصة. بيعت نسخة نادرة لم تفتح من لعبة أسطورة زلدا، وهي سلسلة ألعاب فيديو من إنتاج شركة نينتيندو، تم إنتاجها عام 1986 في مزاد مقابل 870 ألف دولار. وأسطورة زلدا هي لعبة مغامرات خيالية شهيرة، وتعد من أهم القصص الملحمية في مجال الألعاب، لا يمكن التقليل من أهميتها التاريخية، كما أنها تعتبر قطعة قيمة لهواة جمع التحف. مقطع تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير لشاب أمريكي نجا من الموت بأعجوبة بعد أن قام بضرب كرة الجولف على صاعقة برق ضخمة في ولاية تكساس الأمريكية بشكل مفاجئ، وقدر أن يختبئ برفقة أصدقائه ضمن نادي الجولف اللي يمارس فيه الرياضة، ونجا من الصاعقة المرعبة. خلونا نتابع. وبهالخبر نكون وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم، وقبل أن نودعكم ندعوكم لزيارة قنواتنا التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، وتقدرون تتابعون باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق DHTVN Radio. نلقاكم باكر، في أمان الله.